السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني عملية معانا في عمليات ما قبل المعالجة أو مهام ما قبل المعالجة، وهي POS Tagging، تعيين أقسام الكلام أو تصنيف أقسام الكلام. POS بترمز ل Parts of Speech، أحيانا بينتهى Post Tagging على طول، Parts of Speech أقسام الكلام. لو أنا عندي جملة يعيش محمد في جمهورية مصر العربية، Parts of Speech بتقول لي إن أنا أقدر الكمبيوتر يتعرف على أني فيها فعل وأني فيها اسم وأني فيها مضاف إليه وهكذا. عشان اقوم بالعمليه دي لازم امر بمرحله قبلها، وهي مرحله تفريق كلمات النص اللي هي التوكنايزيشن، عشان اقسم الجمله او القطعه اللي قدامي لكلمات متفرقه اقدر بعديها اعين اقسام الكلام بتاعتها. بمعنى ان انا لو عندي يعيش محمد في جمهوريه مصر العربيه وعملت يونيجرام توكنايزيشن وقسمت كل كلمه لوحدها، لو عملت العمليه بتاعه البوست تاجنج هلاقي ان كلمه محمد طالعه لي NNP. NNP بترمز لاسم صحيح مفرد proper noun singular. طبعا في جدول موجود في الدوكيومنتيشن بيوضح كل حاجة، يعني كل رمز وكل اختصار معنى ايه. المشكلة في الموضوع ده باللغة العربية ان في قصور جدا في المكتبات دي، يعني ممكن يبقى فعل طالع لي ان هو اسم والعكس، حاجات زي كده. ويقال ان في مكتبات لستانفورد معمولة بتستخدم عملها برضو محطوطة في NLTK اللايبرري اللي بنستخدمها ببايثون عشان نعمل Natural Language Processing، فيها مخزون كويس من الكلمات العربية يسمح بانها تتعرف على اقسام الكلام. ممكن نبص عليها والدرس الجاي ان شاء الله على موقع اللغوي هنطبق الكلام ده ببايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.